بس هيك في سؤال رباني رح يجيك، انت حياتك الأسرية قضيتها بتعمل مشاكل ولا مستمتع؟ دور على إجابة. مساكم سعيد متابعين برنامج سو شو، برحب فيكم بحلقة جديدة ومثيرة للتفكير، حيث نتعمق اليوم في قضية مجتمعية تمس جوهر قيمنا وعلاقاتنا. موضوع اليوم يستحوذ على الكثير من الاهتمام والنقاش في عصر يتم فيه إعادة تعريف الأدوار التقليدية للأم والأب داخل الأسرة بشكل عام، خصوصاً مع تهميش دور الأب في الأسرة وهو محور حلقتنا لليوم وتأثيره على العائلة والمجتمع ككل. لمناقشة هذا الموضوع بشكل موسع نرحب وإياكم ضيف الاستشاري الأسري الدكتور أحمد عبد الله، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، شكرا لهذه الاستضافة وشكرا لهذا الموضوع. لأنه هو موضوع جدا مهم بصراحة دكتور، أنا جدا استمتعت بالحديث معك قبل الحلقة. وعم بطلع هيك، احنا هلأ بعالم افتراضي، تطور الحياة جابلنا موديل جديد للأسرة. صحيح، أنا توقفت عند عبارة حكيتيها، اختلاط مفهوم الأدوار أو تغير مفهوم الأدوار. احنا تخانقنا على الأدوار بس لم نتفق على صيغة، يعني احنا تخانقنا على أدوار الرجل وعلى أدوار المرأة، ويمكن مع التطور والحداثة صار في شوية تغير في هاي الأدوار، وطبيعة الحياة فرضت هذا النوع من التغير. طيب ما الصيغة النهائية؟ أوكي احنا اختلفنا، لكن شو الصيغة النهائية؟ لحد الآن مندور على الصيغة النهائية. أيوة. هلأ هذا الكلام سيؤدي تحصيل حاصل، إما لتوسع أدوار. شو يعني توسع أدوار؟ يعني المرأة حصير تعمل أدوار مش إلها، والرجل حيصير يعمل أدوار مش إلها، أكيد طبعاً. أو حيصير في نوع من التهميش في المقابل، إنه في حدا خلص خدي هاي الكاسة، صار عندك كاستين، هاي مسؤوليتك، كل شيء مسؤوليتك. وهو بيقعد شيخ شباب وفيش وراء إشي، وبيقضيها بالكافيهات مع أصحابه إلى آخره. فنعم، الجملة اللي تفضلت فيها هي الماستر سين، اختلطت الأدوار لكن لحد الآن لم نتفق عليها لحد اليوم. نعم. طيب هل باعتقادك دكتور، امبارح هيك تعمقت شوي بالموضوع، هل أصبح خلال وقتنا الحالي دور الرجل، وأنا يعني لا أعمم على الجميع، دور الرجل بشكل عام خلينا نقول وليس تعميم، صفر عشمال أو عدد الأصفار اللي بيحصلها ليجيبها للبيت كصراف؟ هلأ الفكرة أنه هو مش قضية أنه هو على الشمال ولا على اليمين. أوكي. في أشخاص على اليمين لكنه مش فاعل، غير مفعل بالضبط. أوكي. في أشخاص وضع على الشمال لأنه هو شاف أنه الأسلم له أنه والله ينحط على الشمال. تمام. القضية قضية أنت وين موجود وشو مستوى فعاليتك، شو مستوى فعالية الزوجة، شو مستوى فعالية الزوج. احنا خلينا نتفق، احنا لما بنحكي عن الأدوار مش لأنه جاي عبالنا نحكي عن أدوار، لأنه احنا بنحكي عن منظومة كاملة اسمها زواج عم تتأثر. في الآخر هذا الزواج الرجل عم يؤدي دوره تجاه الزواج، المرأة عم تؤدي دورها تجاه الزواج، ولا كل بيلعبوا بينج بونج مع بعض، كل واحد بالزبط. بيرمي الكرة للتاني، لا هذا دورك لا هذا دورك، هاي مسؤوليتك هاي مسؤوليتك. هاي بالزبط. طيب يا جماعة انتوا قعدتوا مع بعض ووزعتوا هاي الأدوار صح؟ لا ما في داعي. بس الموضوع اللي بتحكي فيه دكتور يعني مهم وخطير جدا، يعني أنا بتمنى من كل المتابعين يشوفوا الحلقة للآخر اليوم، لأنه هذا الموضوع مش كتير مطروح. هو للأسف لا بيتفقوا عليه لا قبل الزواج ولا بعد الزواج، ولا هم بيحبوا بعض، ولا هم بتعارفوا، ولا هم خاطبين. يا جماعة الأدوار بتفاجأوا أنهم مع بعض، هم بتفاجأوا أنه فجأة صار عندنا 3 أولاد وإحنا متخانقين على تربيتهم، متخانقين على مدارسهم، متخانقين على كيف نربيهم. طب انتوا فجاه يعني رحتوا على المول جبتوهم معكم الاولاد، ولا كان في بروسيسنج عمره 9 شهور عم بيصير وفجاه انتوا اكتشفتوا ان عندكم هاي المسؤوليات؟ او المسؤوليه للاسف هون. للاسف الشديد سواء كان تهميش او تغير او اختلاف كله ناتج من عده امور، عدم فهم الدور كدور اصلا. توقعاتهم انه رح يجي اولاد وحنطلع زي هدول الجماعه السوشيال ميديا اللي حياتهم مع اولادهم ورديه من وين هالاولاد الكيوت هدول بتجيبوهم ما شاء الله، اعطونا نسخ على الفلاتر. بالضبط. هي الفكره انه فلتر. واحنا عارفين انه فلتر وبنصدق انه هذا الطبيعي. دكتور هذا الموضوع جدا حساس، انا جدا يعني متابع معك بكل حرف عم تحكيه. السوشيال ميديا شو اثر في علاقة الأسرة العربية بشكل عام؟ السوشيال ميديا خليني أحكي إنها مادة محايدة.
بس احنا هل استخدمناها بشكل صحيح لغايات التدمير ستدمر؟ أيوة. اذا استخدمناها لغايات التعمير ستعمر، اذا استخدمناها لعرض جانب معين، العلاقة الجميلة الهادئة الطيبة اللحظات الرومانسية، راح تظهر لنا انه والله الزواج بهذا الشكل وهذا هو نمط الزواج. اذا استخدمناها في اطار اخر، السوشيال ميديا اللي بس بتحكي عن مشاكل وطاقة سلبية بالضبط. ومين ضرب مين ومين عنف مين ومين مش عارف عمل شو مين، برضو رح نشوف من هاي المشاهد إيش كتير. أنا بحكي للأسر، طب يا جماعة أنتوا عندكم فرصة اسمها السوشيال ميديا، هذه فرصة أكيد. طب استخدموها صح. How to use it. بالضبط. استخدموها في 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 توقعات منطقية، بآلية منطقية عشان تطلع نواتج طبيعية. صحيح. استخدموها. صحيح. صحيح. ما أجي أستخدمها بس في إطار إيجابي يخدع الناس ولا أيوة معين ولا في, ولا في إطار سلبي يسد نفس الناس عن الزواج أكيد. وعن التربية وعن أكيد. إحنا قديش منشوف كاريكاتير أو منشوف صور هذا اللي بيستناكي بعد التربية، صورة أولاد وصورة بالضبط وكيف تنسحب من التخت تنسحب تكتيكي. طب هل هذه بس هي الأمومة؟ هل هذه طبعا بالمناسبة هذه ليست أمومة، هي رعاية، هي ليست أيوة أمومة بالزبط. هذا ليست تربية، هذا الموضوع برضو يعني كل نقطة عم تثيرها دكتور مهمة جدا. يعني شوف الأمومة بتختلف عن الرعاية، طبعا تختلف عن الرعاية، الأبوة تختلف عن الرعاية، وشوف كيف ممكن أي صورة تأثر في عقلية المتابع أو المشاهد. لما تكون الفتاة في سن الزواج 20 21 22 23 سنة خلصت جامعة وهي في أمامها هذا البعبع تبع التنظيف وتبع الركض وراء الصغار، وبيحكوا لها ديري بالك ترى هاي هي الأمومة، هذه ليست أمومة، هي رعاية، هذا جزء من الحياة اسمه رعاية، لأنه أنت عم ترعي وطفل صغير ما عم يعرف، راح يروح الكهرباء يحط إصبعه في الكهرباء عادي جدا، فلازم تركضي وراه. لكن في المقابل بيجي له هيك من كل 30-40 صورة، صورة واحدة عن مشاعر الأمومة وأبصر إيش، والأم اللي طول النهار تصرخ لكن تطلع على أولادها في الليل وبتبكي يا حرام، بيعرضوا الأمومة بهذه الزاوية. إحنا في عنا الأدوار كاملة زي ما حكيت لك تشوهت واختلفنا عليها، لكن إلى الآن لم نتفق على صيغتها النهائية. شو هي؟ لم نتفق. طيب دكتور رح أرجع أكمل معك حواري الشيق، بصراحة شيق جدا، لكن بعد الفاصل. خليكم معنا متابعينا الكرام، راجعين بعد الفاصل. رجعنا معكم متابعينا الكرام، وبكرر للمرة الثانية بتمنى تحضروا الحلقة لنهايتها وتستفيدوا من موضوع حلقة اليوم، لأنه إحنا بنقدم من خلال برنامج سوشو كل ما هو في مصلحتكم وتطوير ذاتكم وتحسين علاقاتكم ببعض. بدي أرجع لحضرتك دكتور، بدي أحكي شوي عن الأب أيام زمان ولحد هلأ هو العمود الفقري للبيت، لكن عدم الوصول لنتيجة، زمان كان في نتيجة هلأ ما في، ما بعرف شو الأسباب، هل السوشيال ميديا فقط إنه يعني همش دور الأب، أم عدم وعي الفتيات خلينا نقول بالزواج، أم عدم وعي الرجل نفسه. كنا نحكي قبل الحلقة دكتور إنه في ناس بتدخل إنها تزوجت بتفاجأ إنه شو في إنه أنا صرت أب. عشان هيك الإجابة على سؤالك جميع ما ذكر. تمام، هو جميع سؤال وجواب. بالضبط، هو جميع ما ذكر، بس إذا بدي أرتبهم، رقم واحد في تهميش دور الأب هو عدم دخول الناس الشباب والصبايا لمنظومة الزواج مؤهلين للزواج أصلاً. برافو، هذا رقم واحد. برافو. بدخلوا الزواج بيكتشفوا إنه لا، الزواج له متطلبات كتير، له مسؤوليات كتير. نعم، حياة عملية بعدين. بالضبط، وبعدين في تحصيل حاصل بدخل مرحلة الأبوة هو بفكر انه انا تزوجت يعني انا صرت اب، انا تزوجت يعني انا صرت ام. لا،
الموضوع مش هيك أبدا. انت تزوجت هذه مرحلة اولى، انك تنتقل لدور اب وام هذا عبارة عن بروسيس طويل شوي، بدك تتعلم، بدك تعرف شو يعني مراحل نمائية، بدك تعرف شو يعني علم نفس تطوري للأطفال، بدك تعرف شو يعني بعد 6 شهور غير قبل 6 شهور، شو يعني رضاعة، شو يعني مغص لأطفال، يعني بده يصحى بالليل، هذه كلها بدك تكون عارفها، أو على الأقل إذا مش عارفها بشكل تفصيلي بتوقعها بالضبط. لأنه عادة بعد ما تولد الزوجة وتروح عند أهلها كم يوم وتيجي على البيت، اليوم الثاني يبلش ينام برا. اليوم الثاني هي كارثة على فكرة دكتور. هلا ماشي، أنت أنا من حيث المبدأ ماشي، إذا بده ينام برا عشان يروح على شغله مصحصح أموره تمام، ما عنديش مشكلة. أما إذا انزعج من ابنه لا، هنا المسألة مختلفة. أنت مش عارف يعني سمة طبيعية في الأطفال أنهم يبكوا في الليل، هذا عادي ترى، يعني هذا مش جديد، ما عم نخترع علم جديد، الأطفال كله أنت نفسك كنت هيك أيام زمان. فالشاهد أنت، طب هل أنتم متفاجئين من 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 متطلبات التربية؟ إذا ما الذي يحدث؟ بالضبط، إذا متفاجئين يعني مش مؤهلين. آه هنا الفكرة. إحنا للأسف نفتقر إلى عنصرين، أنا بحكي الآن على مستوى عام، نفتقر إلى عنصر التأهيل للزواج، ونفتقر إلى عنصر التأهيل لمرحلة الأبوة والأمومة. إحنا في عنا بتأهلوا مهندسين وأطباء ودكاترة وإلى آخره، أين يؤهلوا أزواج؟ ما في مكان. أين يؤهلوا أباء وأمهات؟ بروح بيسأل أمه أو بتروح بتسأل أمها، وكل حدا حسب ما تربى، حسب العادات والتقاليد. وكل حدا حسب، طب ما هو ماشي مع كامل التقدير لخبرات الآباء والأمهات، أكيد وإحنا بنحترم هذا الإشي، لكن في أشياء عم تختلف. طب ماشي، الآن أعطيني وين في واحدة مستعدة تعيش عند حماتها، ولا واحد يعيش في بيت؟ ما في الأفضلية إنه والله أنا أسكن برا يعني كمية مهارات أعلى عندك وعندك فيما يتعلق بالتربية، حتى ما تستعين بالآخرين. ومع هيك مش حتقدر إلا تستعين فيهم. الشاهد إحنا في عنا الشباب والفتيات بصيروا أزواج بالصدفة، بصيروا زوجات بالصدفة، وبصيروا آباء بالصدفة، وبصيروا أمهات بالصدفة، وخلط يلي بتخلط. في وسط هذا كله طبيعي ما يكون في عندي حدود واضحة، طبيعي ما يكون. فبالتالي فجأة تهمش دور الأب، فجأة الأم لقت حالها المسيطرة أو القائمة بأكثر مش بس من دور، عم تقوم بمهمات، هي اللي بتشيل جرة الغاز، وهي اللي بتشيل الكولر، وهي اللي بتدهن الغرفة، وهي اللي بتعمل كذا. طب وانت شو بتعمل؟ لا احنا متفقين، انا بشتغل برا البيت وانت جوا البيت. مين حكى انه لازم تشتغل هيك جوا البيت؟ من الذي قال؟ وتكمن الكارثة وين؟ الكارثة بدفعوها الأطفال في الآخر. شكراً. هذا أولاً. ثانياً تكمن الكارثة لما ينشأ الأطفال. أنا عيني مش على اللي تزوج وخلص، والعيني على الأطفال. من نموذج الأبوي اللي ينشأوا عليه؟ صح، هون الفكرة. صح، هو في عندي طفل بصير عنده اختلال توازن. بالضبط. هو ينشأ أصلاً وشايف أنه أنا مش لازم أعمل هيك لأنه أبوي ما كانش يعمل هيك. أيوة. أو لأنه أمي ما كانتش تعمل هيك، أو بيحمل الصورة المعاكسة، أنا بدي أعمل هيك لأنه أبوي ما كانش يعمل هيك. فتنشأ الفتاة على سبيل المثال مستعدة ترتبط في أي حدا إلا حدا بيشبه أبوها. ومستعد الشاب يروح يأخذ أي بنت إلا واحدة بتشبه أمه. صار في خلل في النموذج نفسه. وين كنا وين صرنا؟ بالضبط. فإحنا بالضبط. عم نرحل، هاي اسمها مشكلات عابرة للأجيال، عم نرحل المشكلة من جيل إلى جيل إلى جيل إلى جيل. بتوصل عند وين في الآخر؟ بتوصل عندنا كمختصين أسريين، وحل اللي بتحل. أنا عجبني فيديو لإلك دكتور على صفحتك انه استشيروا، مشان الله استشيروا. انه استشيروا بس واولهم رسلان. يعني داخل على زواج رسلان. روح استشير مين رسلان؟ روح استشير يا رسلان، ما بعرف مين رسلان، روح استشير يا رسلان. مخرج برنامجنا طبعا لسوشو، يعني داخل على مرحله جديده بيستفيد، هو اول واحد يعني من ضمن كادر سوشو شبكه منصات الاعلاميه. هو احنا بنعمم الفائده مش بس للمتابعين، حتى احنا كاشخاص بنستفيد من كل ضيف موجود، من يعني الخبره اللي موجوده عندكم. اضيف لك من الشعر بيت. انا لما في سنه 2000 في الفتره من 2009 ل 2013، في هاي الفتره كنت انا ابحث عن مرجع علمي مخصص موجه للخاطبين وللمقبلين على الزواج فقط، مش مرجع علمي بيحكي عن الاسره اللي مقبل على الزواج. بالضبط. انا الان مقبل على الزواج، طب شو اعمل؟ شو لازم اكون عارف؟ شو الخطوات اللي امشي فيها؟ ما كان في، ما في ولا لقينا هذا الشيء. في 2013 عملت مؤلف سميته رحله عمر. حلو. الدليل المعرفي للمقبلين على الزواج. بحيث تهديل لرسلان. انا لو بعرف انه كان جبت لك يا رب، حتوصلك نسخه يا رسلان. الفكره في الموضوع انه يا جماعه احنا بحاجه ان نتعلم.
كيف نفكر أو ماذا نفعل للانتقال من منظومة أنا إلى نحن؟ هاي معلومة جدا مهمة، أشرت لمعلومة من أنا إلى نحن. في الآخر طريق هي طريقة التفكير. أنا إذا اختلفت من أنا إلى نحن معناها بدأت أتقبل وأفهم إنه أنا في إنه أنا في عندي دور مختلف، إنه أنا في أشياء مطلوبة مني. راح يصفي ما عندي حساسية إني أشتغل وأساعد زوجتي في البيت، ما عنديش الحساسية. لا عيب دكتور أبوه وخدش في الذكورة ومش عارف إيش. ونفس الشيء هي بالنسبة إلها، أنا بفوت المطبخ ما حدش يفوت معي، بيجي يفوت يساعدها خليك برا. طب ما أنت حجمتي مستوى المساعد أو خليتي برا، شكرا إليك، وش تحكيتي خليك برا، هيني برا على طول. هذا التصور الذهني يجب أن يختلف من أنا إلى نحن حتى نحافظ على الأدوار ونتوقعها، مش بس نكتسب مهاراتها. طب أنا أوكي انتقلت من أنا إلى نحن على الصعيد الذهني، شو لازم أعمل؟ لازم أكتسب بالضبط، أكتسب مهاراتها. أكتسب مهاراتها شو يعني؟ يعني أستطيع أني أحكي لا لأصدقائي أو لصحباتي، لأنه والله صارت الساعة 6 ولازم أرجع على البيت وفي عندي ناس مسؤولين مني في البيت. طب شو رأيك نكرر كمان لعبة شد؟ طب أوكي هنا منكمل، أو لا بدي أرجع البيت. في إدارة أولويات أكيد منزلية. لأنه أكثر الآباء حتى هلأ أنه صاروا يعني بيروحوا كضيوف على بيوتهم، بس بيقضوا كم ساعة، هي خدمات فندقية. يس خدمات فندقية، وتاني يوم أنا برجع على شغلي. وبالمقابل خلينا نحكي عن الأثر السلبي على الأطفال. هلأ نسبة الأطفال، تقبل الأطفال أنه ماما المسيطرة على كل حاجة يعني والأب أحياناً بيكون في حدا من الأطفال بيشفق على أبوه، بتربى إنه على نظرة الشفقة. صحيح. على الأب. صحيح صحيح. يعني مش كلهم بيكونوا بنفس تفكير الأطفال. في سنة 2003-2004 لا أذكر السنة على وجه الدقة، كنت أنا عامل استطلاع على تقريبا 73 أسرة. أنا كنت أدور على إشي في الاستطلاع بس طلعت نتيجة تانية. كنت أدور على أن المشكلة الأسرية جوا البيت في جغرافية البيت وين بتصير؟ وين؟ يعني بتخانقوا بغرفة النوم ولا بالصالة ولا بالصالون ولا بالممر ولا وين بتخانقوا؟ فطلع معي نواتج تانية. طبعا كانت النتيجة تشير أنه الأغلب بيتخانقوا بغرفة الصالة أمام الجميع، لكن بيصطلحوا بغرفة النوم، فالأطفال بيشوفوا كيف تصنع المشكلة ما بيشوفوا الحل. أيوة. هذا موضوع آخر. أيوة بالضبط، هذا موضوع مهم برضو. تمام. بس واحدة من النتائج اللي طلعت فيها أنه الزوج والزوجة، كنت أشوف كم معدل الحوار بينهما على مدار اليوم، سواء بينهم كزوجين أو بين الزوجين والأطفال. حطيت اشتراط واحد، أن شلت التعليمات من مفهوم الحوار. يعني شو درست، شو عملت كذا، شو عملت كذا، اعمل اعملي، ساعد ساعدي، هذا شلته من مفهوم حوار. ايوه اكيد طبعا، لانه بده الحوار يكون فيه اساس. حطيت تعريف للحوار، هو التدفق الحر للمعاني والافكار، للدكتوره فوز نزال الله يكرمها، الفت كتاب بهذا الموضوع. هذا هذا تعريفها للحوار. تتوقعوا كم طلعت النتيجه بين الاباء والابناء وبين الزوجين مع بعض؟ بين الاباء والابناء طلعت النتيجة دقيقة وعشرين ثانية في اليوم. كم تتوقعي بين الزوجين؟ ما تزيديش على دقيقة وعشرين ثانية بس عشان سهلك. أنا هيك عم بتخيل يعني هيك عندي شوية سرعة بديهة إذا مع الأطفال. هلا 40 ثانية كحوار. كحوار طبعا هذا الكلام قبل الواتساب. هلا بس الواتساب حبيبي جيب خبز معك، جيب 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 جيب. لا هو وين حبيبي وجيب وخبز؟ ثلاث كلمات خبز بس. عن جد؟ خبز. انا طموحي عالي. لا هو ثلاث كلمات خبز بس، خبز وجنبها واحد يعني ربطة خبز، هو حيفهم لحاله يعني اصلا. والله الحديث معك جدا الله يسعدك. الشاهد انه احنا منظومة الأسرة عم بيصير فيها خلط أخرجناها عن مفهومها الرباني اللي شرحها الله عز وجل. شكراً لك. المنظومة الطبيعية مفهومها القانوني. لاحظي شغلة، الأسرة، الإعجاز في الأسرة أن علاقة الزوجين ببعض علاقة قد تنتهي بطلاق، لكن كل ما ينتج عنها دائم. إذا تزوجوا كل ما ينتج عن هاي العلاقة دائم ما بيخلص حتى لو الزوجين انفصلوا. عشان هيك لازم يكونوا حريصين على الأدوار وتوزيعها والاتفاق عليها وكيفيتها وهامش المرونة اللي فيها وحالة السند. نعم الزوج تعب بواحد اثنين ثلاث مش قادر تسنده، الزوجة تعبت بواحد اثنين ثلاث تسنده. إذا ما عرفناش متى سنسند معناها الأسرة ضايعة. حتى نعرف كيف نسند أكيد بدي أصلا يكون في حدود مرسومة ومعروفة حتى نعرف كيف نساعد بعض. طالما الجملة اللي بدأت فيها
طالما هالمعركة قائمة على الأدوار ولم نتفق على صيغة نهائية، اللي بيدفع الثمن الأسرة ككل وبالتالي كل المجتمع. كل المجتمع صحيح. يعني أنا استمتعت جدا بهذا الحوار، وبتمنى أنا متأكدة اللي حيتابعوا هاي الحلقة حيحضروا الحلقة بدل المرة 1000 مرة إن شاء الله. لأنه اللي حكيته مهم جدا دكتور، في ما بين السطور رسائل موجهة لجميع المتابعين، وأيضا أنه إحنا بنحافظ من خلال برنامج سوشو نقدم مواضيع مهمة جدا ونحافظ على الأسرة كجهة توعوية وإعلامية بنفس الوقت. فيعني بالعكس هذا جهد مشكور لكم، وشكرا انكم طرحتوا هذا الموضوع، ويعني وعلى الأقل يعني لعله هذا الإعلام يكون الإعلام البديل للأشياء. أكيد إن شاء الله إن شاء الله هذا هدفنا طبعا من خلال شبكة منصات الإعلامية، إنه دائما يكون عندنا إعلام هادف غير عن المحتويات المبتذلة، ومنقدم الأفضل. وأنا شاكري جداً لوجودك بصراحة. شكراً لك. وبوعدكم حيكون معنا بضربات أخرى. سلمتني أوكي. لا بصراحة لأنه الحديث معك جداً شيق، والموضوع طرحه رائع، وحضرتك يعني خصوصاً أنك متمكن واستشاري أيضاً. بدي هيك نصيحة قبل ما ننهي لكل اللي عم بتابعنا، ضلكم تابعوا منصات هذه ابتداءا، ضلكم تابعوا منصات وشيروا لايك. ثانيا انه يا جماعه ترى احنا سنسال عن كل دقيقه في حياتنا، بس هيك في سؤال رباني رح يجيك، انت حياتك الاسريه قضيتها بتعمل مشاكل ولا مستمتع؟ دور على اجابه. يعطيك الف عافيه دكتور. كل الاحترام لإلك، وان شاء الله بتكون معنا بحلقات جايه بمواضيع جدا قويه. استنونا متابعين منصات بحلقة جديدة من برنامج سوشو.